أنا علا عامر، رقمي 8. مفيش حاجة ظلم، دي مفرمة، دي مسابقة. الناس لازم تفهم كده، لما كناش هنتفرم هيطلعوا مننا الكواليتي ازاي. يعني هم عندهم 20 اختيار، لازم يفرمونا فرمة قوية عشان يطلع 5، فرمتين كمان يطلع 3، فرمة ينهونا عشان يطلع 1، عشان هو ده السوبر بتاع راديو ستار. رامي المتسابق رقم 1 ممكن يكون اتظلم لانه داخل مش عارف هو رايح يعمل ايه. بتهيألي سارة النجار كانوا متساهلين معاها. انجي اللي متهيألي رقم 10، انا بحبها جدا وهي جميلة ومجتهدة، واحدة في سنها تكون واصلة وسط الناس اللي وصلت 20، فلو ده كان صح متهيألي هي اللي مش مفروض انها تكون موجودة. بحب آية عشان انا بحبها، بس هي محتاجة تشتغل كتير على شكلها. اول 8 10 وتير طقم سناني كله باين، قاعدة عاملة كده مبسوطة جدا، ولا اي حاجة ضايقتني خالص خالص. دي انا قاعدة مع ناس يعني خبرة، فاي نقد هم اصلا مفيش اي عداوة شخصية ما بيني وما بينهم، يعني دول سيلبرتي يعني ما يعرفوش علا، مش بنت خالة حد فيهم، فاهم؟ فهو كان كله لطيف، انا كنت جاية اتبسط، وهي بس هو كريم ما فهمتوش، عندي عليك علامة استفهام يا كريم. انا كنت متخيلة ممتع وطلع ممتع جدا، ضحك. انا بعشق المايك، حتى اول 5 دقايق طلعت هو كان اسامة بيسألني انت متوترة انت خايفة بتاع، قلت له انا هنا بعمل حاجة بعشقها، يعني في واحد بيبقى قاعد مع واحدة بيحبها يبقى متوتر، يعني دي قصة تانية. حتى هو قال لي انت قاعدة جنبي بتحبيه، قلت له انا بحب المايك، فانا فن كنت تعمل حاجة وانت مبسوط هيبقى واجب، فهي دي. فكان كل بيقول لي انت مذيعة حلوة، انت جميلة، انت شاطرة، قالت لي انت ذكية. انا دايما بحترم النقد لما بيبقى ليه علاقة بالذكاء او بالعقل او بالتفكير اكتر من الشكل. عندي وجهة نظر في كل اختيار. عمرو الممثل نفسي يكون من التوب 5 لانه شكله حلو. اختار آية لان آية دماغها حلوة. ممكن اخد نفسي، ممكن احط نفسي كمان. ضحى جميلة، ضحى عاجبني فيها اصرارها، مصرة، هتوقعوني هطلع تاني، هتوقعوني هطلع لكم تالت، هتوقعوني هطلع لكم رابع. معتز عامر دمه خفيف. عايزة اقول ان راديو ستار احلى تجربة في الدنيا. نفسي كلامي ما يتقصش، انا عارفة ان انتوا عندكم وقت معين لازم تقولوا فيه، بس هي تجربة حلوة وناس حلوة وناس جديدة وانتراكشن او تفاعل مع جمهور بشكل مختلف. يا رب يا رب يا رب اكون من التوب 5، ويا رب اكون من المتسابقين اللي ترفع رقبة كده ادارة نجوم اف ام او راديو ستار، يقول اتشرف انك كانت معايا علا عامر متسابقة من المتسابقين. للتصويت لنجم المستقبل في راديو ستار ابعت SMS فيها رقم المتسابق على 51528 او اتصل من اي تليفون على 11 28. نجوم اف ام على كيفك. راديو ستار.